أليسابات، عندما نكتشف أن الله له حلم لحياتنا، رح نتكلم عن شخصية ميلادية للعبة دور مهم، شخصية أليسابات. أولاً أليسابات وامتيازاتها. كانت أليسابات من عائلة معتبرة، فهي من بنات هارون ومتزوجة رجل كاهن اسمه زكريا اللي كان يخدم في الهيكل في أورشليم. كانت امرأة تقية مؤمنة تتميز بحياة الصلاة، إذ كانت تصلي وتطالب الله أن يعطيها ولد. كانت بارة ومستقيمة سالكة في جميع وصايا الرب كما وصفها الكتاب مع زوجها. كانت قانعة في قسمتها وراضية في أحوالها. تسكن في منطقة جميلة في جبال يهوذا اللي هي اليوم عين كارم، محبوبة من جيرانها. شيء تاني، أليسابات وحرمانها، إلا أن هذه الحياة الريفية الجميلة كانت تخبئ ألماً يعتصر قلبها، وحلماً قديماً قد ضاع، وأملاً ورجاء قد انكسر. لم تتذمر ولم تشتكي مرارة نفسها، لأنه بحسب العادات قديماً تحسب عاراً، فكانت تواجه مشكلتين. أولاً أنها عاقر لا تستطيع أن تخلف، والمشكلة الثانية أنها عجوز كبيرة في السن. ما أصعب الحلم الضائع والأمنيات التي لا تتحقق والرجاء المكسور. لربما أنت تصلين لكن بدون استجابة، لربما مصابة بالخذلان لأجل توقعات جميلة في حياتك لكن سرعان ما تلاشت، لربما انقطع رجائك لانتظار معين ولم يتم، لربما وصلت إلى حالة الانحناء الروحي والرجاء المقطوع في داخلك ولا أحد يشعر معك، وتعيشين في حسرة القلب وتندبين حظك على أمور لم تتحقق. شيء ثالث، أليسابات وأخلاقياتها. كانت أليسابات تتمتع بأخلاقيات عالية جدا، مما يعبر عن جوهر قلبها الطاهر، فقد كانت قانعة بحالتها ومتواضعة في أخلاقياتها وخاضعة لمشيئة الرب. كانت تمتلك قوة داخلية، فيوحنا ابنها رضع وتشرب أخلاقيات أمه، فلقد كانت أليسابات عظيمة كعظمة يوحنا. حقا إنها واحدة من بطلات الميلاد التي تممت مشيئة الرب من وراء الكواليس، وفهمت بل أدركت دورها في العناية الإلهية. كانت أليسابات تتحلى بالتواضع وتتزين بالورع والتقوى. هذه تشربها يوحنا أيضا عندما سئل عند نهر الأردن، أقر أنه ليس المسيح رغم شعبيته الواسعة، وأنه اعتبر نفسه فقط صديق العريس أي يسوع، وقال أيضا أنه ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. قالت أليسابات لقريبتها مريم الشابة: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ حقا إن الله يعطي نعمة للمتواضعين. ثالثا أليسابات ومعجزتها. قال الملاك لمريم عن أليسابات: وهوذا أليسابات نسيبتك، هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. لقد تحققت سلسلة من المعجزات وتكللت بمجيء المسيح، معجزة التجسد وذلك عن طريق الميلاد العذراوي،
ظهر الملاك جبرائيل لزكريا في الهيكل ليزف له الأخبار المفرحة أن الرب استمع طلبته وصلاته، وضربه الرب بالخرس لعدم الإيمان حتى مجيء يوحنا. إذا كان مجيء المسيح بمعجزة، فالذي يهيئ الطريق له يأتي أيضا بمعجزة. شيء رابع، إليصابات وتعويضها. لقد عوضها الرب بولد دعي نبي العلي، وكان ممتلئا من الروح القدس من بطن أمه، ليرد كثيرين إلى الرب ويهيئ للرب شعبا مستعدا. لقد كان لإليصابات حلم قديم أن يكون لها ولد، لكن انقطع رجاءها واستسلمت لمشيئة الرب إذ رضيت بوضعها وكانت قانعة بقسمتها. لكن يا للمفاجأة إذ رجع زكريا من خدمة الهيكل وقد أصابه الخرس كما قال له الملاك، وخبر إليصابات بإعلان الله لها أنها ستحبل في شيخوختها وأنها ستكون معجزة لأنها عاقر. عندها ابتدأت إليصابات تدرك أن الله لم ينساها وأن لله حلم أكبر من حلمها، ومعاملات الله أعظم من محدوديتها. إن حلم الله لها أنها ستلد طفل المعجزة في شيخوختها ويكون نذيرا للرب وصوتا صارخا لكي يعد طريق الرب. كانت إليصابات تحلم أن تلد ابنا لينزع عارها، لكن حلم الله أعظم وأكبر من أن تلد فقط، لكي يكون هذا الولد كما قيل عنه من يسوع: لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، وأن يكون نبي وخادم وسابق للمسيح. إن قصة إليصابات تشبه قصة حنة أم صموئيل النبي. عندما أدركت حنة أن الله يريد ولدا رجل الله، أعطاها صموئيل النبي، واحد من أعظم الأنبياء في تاريخ إسرائيل، الذي كان قاضيا وكاهنا وقاد شعب الله في ظروف صعبة وحرجة، واستخدمه الرب أن يمسح أول ملكين على إسرائيل. كم من قلوب مكسورة، كم من أحلام ضائعة، كم من رجاء انقطع، كم من رؤى لم تتحقق، لكن ثقي في وعد الرب، يوجد رجاء. ومكتوب أيضا عن يسوع وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. فرسالة الميلاد هي رسالة الرجاء. عندما نضع أحلامنا تحت مشيئة الرب وندرك أن حلم الله لنا هو الأفضل، عندها سنتمتع بالراحة والسلام. ضعي أحلامك وحياتك تحت مشيئة الرب، فسوف تدركي حلم الله أعظم لك، وأن مشيئته لخيرك ومنفعتك وقيادته الأفضل لإنارة دربك. أخيرا، تذكري أن حاضرك ومستقبلك في يد الفخار الأعظم الذي سيصنع منك رسالة وبطلة لتحققي مقاصد الله.